معي من بغداد مدير المرصد العراقي مصطفى سعدون. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مصطفى. إذا وفق المنظمة الدولية للهجرة، ذكرنا في هذا التقرير أبرز ما قالته، وفق ما رصدتموه سيد مصطفى، ما لو تلخص لنا الأعداد، وضعهم، المناطق؟ طبعا نتحدث أنه تحديدا بمحافظات الأنبار، محافظتي الأنبار ونينوى، المناطق بالتحديد التي عادوا إليها، تفضل. نعم، عاد تقريبا أكثر من 2 مليون نازح من المحافظات أو من المخيمات المفتوحة التي نزحوا إليها خلال السنوات الثلاث الماضية، وبقي ما يقارب نحو 3 ملايين آخرين. هؤلاء ما زالوا في المخيمات أو بعضهم في مناطق أخرى تمكنوا من استئثار المنازل وذهبوا إلى هناك. لكن العودة تواجه مشاكل عدة، والعائدون يواجهون مشاكل عدة، منها عدم توفر الخدمات وعودة الحياة بشكل طبيعي إلى مناطقهم. بالإضافة إلى ذلك هناك مشاكل أمنية تتعلق إما بانتشار السلاح، ومشاكل تتعلق بوجود قنابل لم تنفجر حتى الآن منذ العمليات العسكرية. واغلب العائدين الذي يعني نصف رقم العائدين الذي تحدث عنهم التقرير، هؤلاء عادوا الى نينوى والى الانبار، لكن يبقى عدد كبير من سكان محافظه صلاح الدين تحديدا قضاء بيت، هؤلاء لم يستطيعوا من العوده بسبب المنازل المهدمه ومحاولات بعض المحافل السياسيه. طيب، ما واضح يعني لي قبل آخر كلمتين، واضح في تقطيع شوي بالصوت. نستفيد منك بعد بنقطة سيد مصطفى، موضوع المناطق التي يعودون إليها، ما المناطق الأكثر أمنا؟ يعني كما قلت حضرتك، كما يعني واضح بأنه نفس المعلومات حتى المنظمة دقيقة، يعني نتحدث عن نفس الأرقام تحديدا، في نتحدث عن ألغام ووجود ذخائر غير منفجرة، أي في جهد حالي لنزع هذه الألغام، وأي مناطق هي أكثر أمناً لمن يريد العودة؟ يعني هي يعني الأمر لا يتعلق بمنطقة بشكل عام، مثلاً في مدينة الموصل أو محافظة نينوى الذين عادوا إلى سلاحة ربما وضعهم يكون أفضل من الذين عادوا إلى الساحل الأيمن، والذين عادوا إلى الأيسر أيضاً أفضل من سلاحة وأفضل من الساحل الأيمن. المشكلة الأكبر هي تتعلق في مدينتي الرمادي والساحل الأيمن من مدينة الموصل، على اعتبار نسبة الدمار وصلت إلى أكثر من 80%، وهؤلاء الذين هذا الدمار يدخل المنازل وأصحاب هذه المنازل كانوا نازحين، فبالتالي عندما عادوا لم يجدوا أماكن تأويهم، لذلك كانت هناك مشاكل جدا كبيرة. بالإضافة إلى ذلك يعني في الموصل اليوم هناك ايضا عمليات تنسيق وعمليات عسكريه تحاول قوات الامنيه القضاء على ما تبقى من تنظيم داعش في بعض الاماكن المواطنين هناك، وايضا في الرمادي هناك الغام لم تنسق، هناك اموات ناسفه، هناك منازل محزمه، لذلك كل هذه التفاصيل تعيق حوزه المنازل وتتسبب ايضا. طيب، هذه العراقيل طبعا، مرة أخرى طبعا لنا حديث أطول، بلكي بيكون الصوت كمان أفضل. على كل حال، معلومات وافية واضحة، شكرا لك من بغداد مدير المرصد العراقي مصطفى سعدون.